من شوية كان في خبر منشور أو أجبروا على نشره، انتشر أنه أصبح خبر عادي جدا في مصر، اللي هو المفروض طبعا في أي دولة في العالم فيها احترام للمواطن وحياته وآدميته وكرامته ما يكونش عادي، بس في مصر أصبح عادي جدا مع الأسف الشديد. أمين شرطة بيقتل مواطن بسبب مشادة كلامية. خبر مقتل شاب في مشادة كلامية مع شرطي بالمنيا طعنه بآلة حد، ده خبر عادي في مصر. مشادة كلامية، أمين الشرطة أم قاتل المواطن، عادي جدا في مصر. خبر بينضم لمئات أخبار القتل في مصر، مش الشعب اللي بيقتل بعض، لا العصابة اللي بتقتل الشعب. ليه قتلوا؟ نشوف الأول متن الخبر قبل ما نروح للصعيد. قتل شاب بالمنيا بعد أن تلقى طعنة بالسكين في القلب فارق على إثرها الحياة، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين فرد شرطة بإحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب المنيا، فيما قام المتهم بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية. مقتل عادل لطفي 31 سنة مدير فرع إحدى المؤسسات الأهلية، والمتهم بقتله ألف حسين فرد شرطة إثر نشوب مشاجرة بقرية داخل مركز أبو قرقاص أثناء تحصيل أقساط من بعض المتعاملين. وفور تدخل المجني عليه اللي هو عادل لطفي لمعاتبة المتهم لمضايقته العاملين ومنعهم من تنفيذ مهام عملهم، تلقى طعنة بسكين أنهت حياته. للأسف خبر عادي جدا في مصر والتعامل معاه عادي. ده صورة عادل لطفي اللي الكنيسة واخواتنا المسيحيين قلبين الدنيا في المنيا بسببه. ده عادل لطفي 31 سنة. التعامل مع تلك الأخبار في مصر للأسف خبر عادي جدا، مش محتاج أي حاجة. مصر اليوم بس الوحيدة اللي كتبت. إيه التفاصيل اللي وصلت لنا بقى من الأهالي؟ ومين منفذ الجريمة؟ عادل لطفي اللي وريت لحضراتكم صوره، ربنا يصبر أهله، من قرية توخ الخيل التابعة لمحافظة المنيا، بيشتغل في مؤسسة اسمها أنا المصري، مؤسسة اجتماعية. قتلوا أمين شرطة اسمه أيمن حسين سالم. قتلوا ليه؟ عادل كان بيجمع الأقساط للمؤسسة الاجتماعية، مؤسسة بتدي قروض ميسرة للناس، فراح يجمع الاقساط من الناس اللي عليها قروض، فقدروا خلاه يروح منزل امين الشرطه ده، فامين الشرطه وراح يحصل القسط شتمه بابشع الالفاظ. عادل اعترض على الشتيمه، اما طلع سكينه وقتله، وامين الشرطه راح عمل محضر ان عادل اعتدى عليه هو وزوجه امين الشرطه. عادل اللي طعنوا أمين الشرطة بالسكينة، أمين الشرطة راح عمل بلاغ إن عادل وزوجته اعتدوا عليه وهو كان بيدافع عن نفسه يا عيني. دي ملخص القصة حسب روايات الأهالي. غضب من الأهالي في المنيا بسبب الجريمة المعتادة في بلادي دي، هتافات أصدقائه وأهاليه ومعارفه والناس المتضامنة مع قضيته، غضب كبير جداً وهتافات مش هنسيب حقه. عايزين حقه، 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 عايزين حقه. أمين الشرطة قتل عادل لطفي، دي الهتافات والصرخات اللي اجتاحت قرية توخ الخيل بالمنيا مسقط رأس عادل لطفي القتيل. بالروح حقه مش هيروح، بالدم بالروح حقه مش هيروح، بالدم بالروح حقه مش هيروح، بالدم بالروح حقه مش هيروح. أمين الشرطة قتل عادل لطفي. أمين الشرطة قتل عادل لطفي.
عميد شرطة قتل عادل لطفي. عميد شرطة قتل عادل لطفي. أمين الشرطة قتل عادل لطفي. عميد شرطة 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 أمين الشرطة قتل عادل لطفي. هل ببالغ لما أقول لحضرتك ده خبر عادي جدا في مصر؟ أمين شرطة شقيق عادل لطفي أصر إنهم مش هيعملوا مراسم تشييع جثمان شقيقه من الكنيسة، ورفض هو وأهل عادل وأصدقائه أن تتم المراسم إلا بعد حضور مدير الأمن. الصورة واقفة كده شغالة ولا لا؟ وانا ما احبش نخش في المنظر، بس احنا في حاجة، احنا مش بنبقى صلاة الا مدير الامن هيجي. الصورة اشتغلت ولا واقفة؟ مفيش صلاة الا مدير الامن، الفرد اللي تعدى على اخوه. يا جماعة معلش قولوا لي الصورة واقفة ولا شغالة؟ حقي مدير الامن يجي نمشي نصلي نروح نكفي نعمل اللي احنا عايزينه، لكن مدير الامن ما جاش احنا بنجيب في الكنيسة. سيس طبعا عايز يلم، انت فاهم. يعني يلم الحكاية، لكن اخوه اصر، وبالفعل مراسم الجنازة توقفت بعد اصرارهم على ان مدير الامن لازم يجي. خلاص يا جماعه لو سمحتوا تفضل اولو قوموا يا شباب ما عندكش جاي بعدين تقولوا قدامي اتفضل لو سمحتوا الناس الوقت بس يفضل عشان الموضوع يطول شوي. ناس كان بتحاول تقنع شقيق عادل وتقول له ما تعملش كده استعوض ربنا، لكن المادة فرخة. لكن اخوه قال لهم جملة للأسف حقيقية، قال لهم يومين والناس هتنسى. Yeah.
للأسف الشديد كلامك وعادل حقيقي. ربنا من سننه في الكون ان الحسنات يذهبن السيئات، لكن في الأنظمة المجرمة زي النظام اللي بيحكم مصر، المصايب بتنسى المصايب، السيئات بتنسى الشعب السيئات، من كتر المصايب، من كتر ما بيتضرب، من كتر ما بيخضع كل مرة. زي ما قلت لك في قانون التصالح، وافقتوا على قانون التصالح، فجاء يلا ادفع ضريبة تسجيل وإلا مش هتبقى الشقة بتاعتك. قال لهم يومين والدنيا هتنسى. وحد فاكر دلوقتي عويس الراوي؟ حد فاكر عويس الراوي؟ الله يرحمه. حد فاكره؟ حد جاب حقه؟ ده يعني مثل من ضمن عشرات الآلاف من الأمثلة. أبوه كرده كان مصر، أبوه برده كان مصر على حقه يعني. ودلوقتي الناس تقول عويس الراوي، عويس الراوي اتقتل برضو جنب عادل كده بخطوتين. قوم استهدى بالله، سأل عليك النبي، استهدى بالله. عملي يعني استهدى بالله. ايه لا عمله؟ وعند الله تجتمع الخصوم، استهدى بالله. ايه لا عمله؟ احتسبوا عند الله شهيد، ربنا موجود، حسبي الله ونعم الوكيل. استهدى ربنا يخلص فيك يا سيسي، حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يخلص فيك، حسبي الله ونعم الوكيل. حج قوم استهدى بالله، قوم بالله عليك، استهدى بالله. وقاعد ولا دليل؟ قوم معلش، قوم على النبي اللي تقوم بالطريق، سأل عليك النبي. والقياد والله معلش، هروح وين؟ معلش تعال على الرصيف. ايه هروح على الرصيف؟ معلش معلش انا قاعد في التراب، استهدى بالله، والله في التراب، استهدى بالله. العوامية لطخ الخيل يا قلبي لا تحزن. لكن كان إصرار كبير على حضور مدير الأمن، طبعا تواجد أمن كبير جدا حوالين مقر الكنيسة اللي شهد تشييع جثمان عادل لطفي. شوف شغلتك هنا، خليك هنا ما تصورش، خليك انت هنا، ده الاهم، ده اللي اتفقت له. انت كده ايه؟ محمد يا حسن جهزت اللي انا قلته من الناحيتين، نفتح من الناحيتين. فين الخدمات اللي عندك؟ تمام يا فندم.
تمام بدون سواق فين؟ في النهاية بالفعل حضر مدير الأمن وفقا لشهادات الأهالي لينا، حضر مدير المباحث وقال لهم حق عادل هنجيبه لكم، قالوا له هتجيبه لنا؟ قال لك عيب هنجيبه لكم، طمنوا. قلت لك من عناية السراول عادل لطفي قال بلا تحسن. في العصر ده ممكن المصري المسيحي اعلى بشرطه، لكن في النهايه كلهم عبيد، كلهم عبيد. وده مش اول مواطن، عشان بس ما تفرقش بين مسلم ومسيح، الكل بيتهرس. افكرك ان اول درس بعد الثوره واول حد اتهرس المسيحيين عشان يكونوا عبره لمن سياتي بعدي. مدير الامن. لا ولما يبيع حقك يجي تاخده مني انا. يا جماعه هو بيقول لما يبيع حقك يجي تاخده مني انا. يا عماد يا دكتور الكلام ده منتهي يا دكتور ده ليه الاجراء الفصل ده برضه اجراء ده يعني تزايد ان هو محاكمته حقنا ماريو دي ناس انا عارفهم اتفقت معاهم ناس ما بيسيبوش الحق ايا كان اللي واقف وراهم ضعيف قوي بيدوا الحق لصاحبه دي ناس انا اشتغلت معاهم ازاي اي ناس تانية هنقعد نقول 100 مره وعشان كده انا اقول ما جيت وقابلتهم وثقت ان حقنا هيجي ثالث مثلث حد يشوف شيء يعمل لنا حاجه يبوظ الدنيا كلها يا ابني عشان مش هخش الكنيسه عشان بس احنا ودخل على الكنيسه عشان هو ان شاء الله حقه هيجي ولو ما جاش حقه يروح للمسؤول يجيب له حقه في شبه الدولة. عمرك ما هتلاقي دولة بجد تحترم الناس فيها قانون يحصل فيها هذا المشهد، هو المواطن يتقتل بدم بارد من امين شرطة وكأنه خبر عادي، الناس تدور على مسؤول يضمن لها برقبته انه هيتحاسب، مش هيبقى زي الجرائم اللي قبل كده. دي مش أول جريمة ولن تكون آخر جريمة ولن يكون عادل لطفي الأخير مع كل أسف. المشهد اللي بيحصل في مصر لخصته مرات ماهر جرجس. أرجع لك شوية ورا قبل عويس الراوي، ماهر جرجس اللي اتقتل في اسم شرطة موروع عدى عادي، حد يتحاسب بموضوع ماهر جرجس؟ قلت لك أنا كنت بشوف الكلام اللي بيحصل، ست شوف الكلام اللي بيحصل وبقول ماليش دعوة يا عمي خليني ماشية جنب الحيط، مرات ماهر جرجس لحد ما الجريمة طالتني. ماهر جرجس توفيق شهيد اسم الشرطة. أنا عمري ما تخيلت نفسي إن أنا أكون حالة، زمان لما كان بيجي لي حالات على النت أنا كنت بقلب وكنت أقول أنا مالي ماليش دعوة، شيء ما يخصنيش، ما كنتش بهتم بصراحة بأي حالة من الحالات ولا بتعاطف مع حد، ماليش دعوة. لقيت أما أنا بقيت حالة وبقى جوزي حالة وتالي أي واحد فيكم ممكن في يوم من الأيام يبقى مكاني حالة. والله هتلاقي دلوقتي يعني لو من كل 1000 بيتفرجوا هتلاقي 10 فاكرين بالتشاش قصة ماهر جرجس توفيق اللي حصلت من 8 سنين من 3 سنين
زي خالد سعيد، زي زي عويس الراوي، زي جريمة كتيرة بتحصل كل يوم والشعب مكمل.